open the door of possibilities. نحن اليوم بسكتيد اند ليد عند إماد أبو خليل، خلينا نشوف شو محضر لنا، لأنه إماد عنده تيبس بتعجب خاطركم. نسأل معه عن شكله إيه؟ دقينا له نحن أكدنا معه. هي معقول ما في ضوء؟ شو هالبوسيبيليتي زايدة؟ هات لنا شو. إماد بونجور بونجور كيفك؟ يعطيك ألف عافية. بس قبل ما فوت خيي يعني ركب لك لمبة هون، بس أنا جايك ضيوف. قول بس انه هيدي مقصوده. مقصوده؟ طيب هلا بنشوف ليه مقصوده. كيفك اول شيء؟ هدي بوسي على الماشي. سو نحن بضيافتك اليوم بسكسيد اند ليد هلا رح نحكي اكثر. شو هال مقصوده؟ لانه بدي الناس يبلشوا يفكروا انه عم بفوتوا من العتبه للضوء. اف ما بعرف هي هلا شو قصده فيها، هلا بنشوف انا وياكم. سو اول شيء ما اقول لك ثانك يو لانك مستضيفنا عندك. اهلا وسهلا. يلا شوي بنقلع لك. انا حضرت لك هيدي النسكافيه اللي بالعاده ما بعملها غير لشخص واحد حتى لو كان جروب، وهيدي النسكافيه كتير طيبه الها طقوسها. حضرتها لانه ما بدي اياك تشوف شو في بقلبها بس لتعرف. بس احطك بشكل عام، فيها ثلاث قصص اللي هن كريمر وشجر والكافي، يعني ماشي وخلطتهم اوريدي تما تعرف الانجريدينتس. هيدي كتير طيبه لدرجه بعمل شغله هيك محتاله، كل ما اروح على مطعم او كافيه بعملها للاونر وبدوق اياها وبقول لي ليك بدك تبيعني ريسبي. سو هلا اللي عم بعمله هو يمكن اعملها برودوي وحطها بالسوق تصير بيعها. هلا دي طيبه، هلا بنشوف انت شو رايك. دق لي هالنسكافيه. يعني لشوف هلا انا بوثق فيك اللي بعرفك 4 سنين، يعني اكيد مأكد مش حاطط لي شيء فيها. صار 4 سنين؟ ايه لي 4 سنين. بتتذكر اول مره التقيت فيك بالاشرفيه؟ بدي اشوف قبل. بدك تشوف قبل. شو بدي ادفع؟ خلص بده يبيعني اياها. سيلز بيرسون. شو بدك تحكي؟ This is really nice. Really nice. لا بتحسها انه سكرها كثير ولا بتحسها انها مره. يعني فاجأتني كأنه مش عم بالغ عن جد، كأني طالبة من الماشين بس قايل لهم less sugar. أنا حدا ما بحب السكر كتير. It's an offense إذا بتقولي ماشين، إنه هيدي أطيب. هيدي أطيب. أطيب من الماشين. خلص ما نحن لأنه اليوم بالـ AI بعصر الـ Artificial Intelligence أنا بس هيك I'm boosting your credits. Fair enough. طيب شو قصتها هلا عماد هيدي خبرني؟ عن جد مثل ما خبرتك كل الناس اللي بعملهم إياها بيقولوا لي كتير طيبة. لدرجة قد ما في كافيات اصحابها قالوا لي وصلنا لدرجة انه حضر لي اياها دراي مثل ما كنت حضر لك اياها، وبس يجيون زبون بيزيدوا مي سخنة. قلت اخر شيء لا، بيوم من الايام انا رح اعملها برودكت وحطها بالسوق. بس عماد فيها 3 ingredients اللي هن تيبيكال موجودين باني اذر برودكت، شو اللي بيميز؟ بقلك شو بيميز. اليوم انا رقم تليفوني 717-76-17. انا معك بس صراحة كثير ثانية. هذا رقم تليفوني. إذا بتطلب العكس، بتطلب 1-717-76-71 بس تغيير صغير، أنت عم تقلق شخص تاني. سو أنا اللي عم بشتغله هو تغييرات شوي هيك بالإنجريدينتس إذا بدك. حلو. كوانتيتيز، نفس الإنجريدينتس. واسمع ما بينخاف عليك، يعني جوابتك دغري اسم الله بتلاقيهم. عماد هيك I wanna catch up with you. شو في هيك؟ صاروا 4 سنين. ريسنتلي عم شوف. كيف تعرفنا؟ وين تعرفنا؟ التقينا بساحة سياسيين بالأشرفية. كنت بعدني أنا بمرحلة ممكن ما بدنا نعمل دعاية هلا، بلكي بعده المحل بلكي سكر. فبتذكر كتير منيح إنه بوقتها كنت أنا بعدني بعز طلعتي، بعد ما بلشت هيك فرقع أو أفهم مزبوط شو الكارير باث تبعي أو أنا لوين بدي أوصل. هذا هاد تشانس تو ميت يو. قول ما شاء الله عنك حلقت. الحمد لله. حلقت. بس انقذت انا وجاي صوبك، يعني بدك تخبرني اول شيء ليه معطلين برا. هيدي اول نقطه، لانه اوكي انا مع انك تكون يوزر يعني ايكو فريندلي، نوفر كهرباء، يمكن كانت مقطوعه الكهرباء بس انا عرفت انه شيء مقصود مثل ما شايف في هلا لانه مضويين. شو عماد ليه مطفي برا قدام البيبي؟ انا كثير بحب الرموز، وبحب انه الرموز السيمبلز هن طريقه لشخص يتعلم بطريقه سهله. فاليوم وهي دائما اتس كونفرسيشن ستارتر. فاليوم اللي عم بيكون بعتمه برا عم يفوت لعندي، اول شيء عم اقول له اياه انه انا من الاشياء اللي بساعدك فيها عم ساعدك تروح من العتمه للضوء.
واللي بنعمله بالكوتشنج نحن مثل ما بتعرف ما بنخبر الناس شو لازم يعملوا. بمعظم شغلنا بالكوتشنج نحن عم نخلي الناس يلاقوا الضوء اللي جواتهم منهم جيفتس وسكيلز الى اخره ويطلعون لبرا. اوكي. فانا ما بين لعبه العتمه اللي برا والضوء اللي جوا عم خبر الناس انه في ضوء جوا لو الدنيا معتمه برا مثل الوضع اللي هلا عم بيصير بلبنان. عماد بس بعد ما قنعتني لانه انا دقيت مرتين على البين كمان هيدي الى سيمبوليزم معين عم تضحك. مزبوط. شو في لانه في قول مره علم عندي انه knock and the door will open for you. اوكي. وبالتالي مع انه انا كاتب حاطط برا على الباب open the door of opportunities معظم العالم بتفكر انه خلص انا حتى مني رح دق انا ام جونا اوبن اند جونا اوب يعني ورح يفتح. بس كمان بحاول اقول للناس انه اوقات مندق باب وهيك لما نقدم على شركة اقدم على شغل اوقات مندق باب بس مش معناتها حنلاقي وظيفه بدنا نرجع ندق مره تانية مثل ما انت عملت لتفوت على عندي ويمكن مره ثالثه لانه we have to follow up it's part of the looking for a job فهذه هي هذه رمزيتها. عماد اليوم بالجين زي قد ايه بتطول بالها برايك يعني ما بيطول يعني يمكن ما عم يدقوا الباب حتى مزبوط يعني نوصل على الجراوند فلور اذا ما لقينا حدا يفتح لنا خلص من فل ايفن ما عم ناخذ هال we are not going هال اكسترا مايل يمكن they need something very fast very practical ويشوفوا results اسرع حتى قد ايه بيبقوا بالشرك ما بقى في مثل بي وبيك يعني يمكن بي بقى 30 35 سنه بالشركه هلا يمكن ماكسيموم 3 اشهر ل 6 اشهر لسنه ماكسيموم ما عم يبقوا بالشرك ف everything changed وكمان عم نعمل هذا اليوم الحلقه to address these points. اوكي طيب قبل ما نقلع بهدول البوينتس بس هيك شفت لك فيديو الاسبوع الماضي على لينكدين عم تحكي عن بي اس ار انيشيتيف بس كان يو هيك الابوريت PSR مثل ما الشركة بتعمل شيء اسمه CSR Corporate Social Responsibility أنا لأنه بآمن بدور الفرد بأنه يكون responsible وبالنسبة لي ما بيتغير حياة الإنسان أصلاً بلا ما يحمل هالمسؤولية to be responsible for your own life to be proactive و by the way بحيالة course leadership بينحكى عن responsibility سؤلت أنا شو responsibility تبعتي أنا كعماد تجاه المجتمع مش responsibility الشركة تجاه المجتمع طلع معي فكرة personal social responsibility okay. فكرت انا شو عندي gift او انا بجو شاطر او انا شو بعرف اللي هي training طيب شو بحاجة هالناس شو بحاجة لهالشرك ليش الشرك ما فكرت بالشرك من عبث بس لانه الشرك بتوظف عالم والعالم يعني عيال وتا انا ساعد هالعيال بطريقتي بكون عم ساعد الشرك لمطرح ما هالعالم موظفين ففكرت بـ program وهذا البروجرام عم قدمه free لهول الشرك اللي عم بيسجلوا تكون عم بساعدهم غيروا الطريقة اللي عم يشوفوا فيها الكرايسيس بإطار اسمه From Crisis to a Chance وبتكون هذه chance لقلهم to innovate أو يمكن to change the business model أو to change يمكن a product بس مش ضروري كل البزنس أو department etc. خي أوكي رح انطلق من ال Turning Crisis to a Chance لحتى بعتبر إنه هيدا تكون هيك مثل أول part لأن اليوم بحلقتنا رح نكون عم ندور الله رد على ثلاث شغلات معك رح نحكي أكثر عن الكارير باث وين منستعجل وين لا وين منتجرأ نكون عم نغير وقديه بدنا شوي نطول بينا يا جماعة عن جد بدنا نطول بينا ما فينا دغري من أول تقولوا شمع طوله مثل اللي بيقولوا على اللبناني رح شوف معك كمان personal branding قديه مهم اليوم بعصر السوشيال ميديا على لينكدإن وكمان حتى رح نحكي أكثر يمكن على هالمايندسيت اني انا اليوم of an investigator خليني اسميه كيف بدي فتش مظبوط على شغل لحتى ما يروحوا كل هالابحاث يمكن على الفاضي اوكي سو ار يو ريدي ام ريدي ليتس دو ات ليتس كيك اوف